انا السميه ديالي الحوماني حبيبي من جامعه وقشمير قياده والماس اقليم الخميسات كساب سلالات والماس زعير الصنف ديال سلالات والماس زعير. وانا تهضرني على هذه الجائزه اللي حصلتي عليها في معرض الفلاحه في مكناس. الجائزه حصلت على الجائزه الاولى اختاريت بان احسن كساب من والماس اللي كيكسب سلالات والماس. السلاله الحمراء معروفه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، السلاله اللي هي ورثناها ابا عن جد. وهاد الاختيار تم من واحد المباراه كدار في جماعه والماس كل سنه سميتو ملتقى والماس لهاد السلاله، مختصين دايرين ليها مهرجان ديال هاد السلاله. تختاريت العام الاول ثاني احسن كساب تصير في العجول، هذا العام تختاريت في المعرض الدولي احسن كساب في الصنف سلالات والماس في الصنف الفحول. يعني هذا الفحل باش معروف اصلا من غير اللون ديالو انه احمر؟ هاد السلاله معروفه ما كتصدقش في شي منطقه اخرى من غير منطقه والماس، لانها كتوجد عندنا تضاريس الوعره والمنطقه بارده، ما نقدروش نكسبوا شي سلاله اخرى من غير هاد السلاله ديال والماس الزعير. وهاد السلاله الحمراء عندها الجوده عاليه في اللحم وعندها الجوده عاليه في الحليب، وما كتكونش الكميه بزاف ديال الحليب، ولكن هذاك الشيء اللي كيكون كتكون فيه الجوده والكاليتي. السمن ديالها مطلوب على الصعيد الوطني. واش الاصل ديالها مغربي 100%؟ الاصل ديالها مغربي 100%، ما كاين لا تلقيح اصطناعي لحد الان، ما كان ديروا لا تلقيح اصطناعي لا حتى حاجه. الثور مع البقره تيود لينا عجل تنحافظوا على السلاله ديالنا، والكسابه واخا هكاك محنين راه شادين في هذه السلاله، لان المصدر المعيشي ديال الساكنه ديال المنطقه وهي هذه السلاله. الا مشات هذه السلاله راه ما كاين حتى حاجه. وقلتي لينا الفحول، اشنو كنعنيو بهذا الفحل؟ الفحول هو الطور الكبير اللي كيفوت 3 سنين. كدار واحد المباراه ديال العجوله والعجلات والبقرات والفحول. المهم انا العام الاول ربحت الجائزه الثانيه في الصين في العجول، هذا العام اللي تزاد الطور ولا فحل اختاروني نجي للمعرض الدولي وشاركنا، جيت حصلت على الجائزه الاولى في الصين في الفحول. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.